يا أنس أنس تعالى يا علاء ادخل. تعالى يا أنس سمي وخد البيت. بسم الله. بسم الله. تعالى يا حبيبي تعالى. أنا رايح شغل مهم دلوقتي، جايز عوجي شوية وبعدها أعدي على أهل إسراء وأشوفها، يمكن رجعت. خلي بالك من البيت. هنوقف عناي إن شاء الله ربنا يعطرك فيه. أنت دلوقتي أمها بعد إسراء، البنت ملهاش حد يخاف عليها غيرك، أنت الوحيدة اللي تقدر تحميها. طول عمرك واقفة مع الحاج. إن شاء الله إسراء ترجع تربى في حضنكم، تربى وسطيكم، تكبر وتبقى دكتورة زي عمتها. صح؟ صح يا هنا؟ إن شاء الله. مع السلامة يا أنس. ربنا معاك. ايه مين انا في وسط الكون ده كله؟ مين الناس دي؟ مين احنا كلنا؟ ولا حاجة ولا حد، مش متشافين من اصله. واه يا علاء يا ولد الكبير، كبير كبير على مين؟ على نمل؟ على هاموش؟ طب انت زيهم وجايز اقل منهم كمان. هما لا عندهم عداوات ولا حسد ولا حقد. أنا أنت نفس متنفسة بكل الخطايا. نفضل نقوله الأهل والقرايب والعيلة، صح عندي كل دول، لكن غريب ويتيم كمان. الأرض دي أحن عليا من أمي، والسما البعيدة بتطبطب عليا أكتر من أبوي. النجع جهنم والناس دي مش ناس. هاجر يا علاء، امشي واطفش، شوف راحتك فين واعملها.